أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا تدركه الحواس فتحسه، ولا تلمسه الأيدي فتمسه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رئيس الكفر قرن الشيطان، في الجهة 7 الجهمي والمجسم هل يتفقان، الأمر 7 الطوسي والعلقمي و الخليفة وهولاك والمؤامرة، النقطة 4 هولاك وجينكس خان والمغول والتتار. ونذكر ما ذكره وما وبخ به الذهبي ابن تيمية ولابن تيمية، وقد وصفه بصليط اللسان، عديم الأخلاق، قاتل، مجرم كالحجاج، خارج عن الدين، زنديق. قال الذهبي: كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخيتهما، والله في القلوب شكوك، ان سلم لك ايمانك بالشهادتين فانت سعيد. اذا في النقطة 4 هولاكو وجينكس خان والمغول والتتار كان الكلام في موارد. ووصلنا الى المورد 7، قلنا مع ابن الأثير نتفاعل مع بعض ما نقله من الأحداث ومجريات الأمور في بلاد الإسلام متعلقة بالتتار وغزوهم بلاد الإسلام وانتهاك الحرمات وارتكاب المجازر البشرية والعبادات الجماعية. وكان الكلام والمقتبسات من الكامل الجزء 10 من صفحة 260 إلى صفحة 452، وذكرنا مقاطع كثيرة. وصلنا إلى المقطع 13، ثم قال في الجزء 10 ابن الأثير في الجزء 10 في صفحة 341: ذكر مسير التتر الكفار إلى خوارزم شاه وانهزامه وموته. هذا هو العنوان الذي ذكره ابن الأثير. يقول: لما ملك الكفار سمرقند عمد جنكيز خان لعنه الله وسير 20,000 فارس وقال لهم: اطلبوا خوارزم شاه اين كان ولو تعلق بالسماء حتى تدركوه وتأخذوه. فلما امرهم جنكيز خان بالمسير ساروا وقصدوا موضعا يسمى بنجاب ومعناه 5 مياه، فوصلوا اليه فلم يجدوا هناك سفينة، فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبار وألبسوها جلود البقر. لاحظ ليس عندهم شيء مستحيل، يفعلون كل شيء، لا يعجزون عن شيء، عندهم إصرار، عندهم عزم، عندهم عقيدة، عندهم هدف، عندهم غرض ينظرون إليه وإلى تحقيقه. أين هؤلاء وأين جند خوارزم، جند الخلافة وهزيمة جند الخلافة وجبن جند الخلافة وجند السلاطين وجند الإسلام والمسلمين؟ أين هؤلاء وأين هؤلاء؟ يقول: فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبار وألبسوها جلود البقر لئلا يدخلها الماء، ووضعوا فيها سلاحهم وأمتعتهم، وألقوا الخيل في الماء وأمسكوا أذنابها، وتلك الحياض التي من الخشب مشدودة إليهم، فكان الفرس يجذب الرجل والرجل يجذب الحوض المملوء من السلاح وغيره، فعبروا
كلهم دفعة واحدة، فلم يشعر خوارزم شاه إلا وقد صاروا معه على أرض واحدة. وكان المسلمون قد ملئوا منهم رعبا وخوفا، وقد اختلفوا فيما بينهم، إلا أنهم كانوا يتماسكون بسبب أن نهر جيحون بينهم، فلما عبروا إليهم لم يقدروا على الثبات ولا على المسير مجتمعين، بل تفرقوا أيدي سبا. وطالب كل طائفة منهم جهة، ورحل خوارزم شاه لا يلوي على شيء في نفر من خاصته، وقصدوا نيسابور، فلما دخلها اجتمع عليه بعض العسكر فلم يستقر حتى وصل أولئك التتر إليها. وكانوا لا يتعرضون في مسيرهم لشيء، لا بنهب ولا قتل، بل يجدون السير في طلبه ولا يمهلونه حتى يجمع لهم. لاحظ، عندهم هدف، عندهم غرض، يريدون تحقيق الغرض والوصول إلى الهدف. فلما سمع بقربهم منه رحل إلى مازندران وهي له أيضا، فرحل التتر في أثره، ولم يعرجوا على نيسابور بل تبعوه، فكان كلما رحل عن منزلة نزلوها. فوصل إلى مرسى من بحر طبرستان يعرف بباب سكون، وله هناك قلعة في البحر. فلما نزل هو وأصحابه في السفن وصلت التتر، فلما رأوا خوارزم شاه قد دخل البحر وقفوا على الساحل، على ساحل البحر، فلما أيسوا من لحاق خوارزم شاه رجعوا. ولما وصل خوارزم شاه إلى هذه القلعة المذكورة توفي فيها. قال ابن الأثير، جزء 10 في صفحة 344، ذكر استيلاء التتر المغربة على مازندران. التتر المغربة هم أصحاب جنكيز خان. جنكيز خان كان في بلاد المشرق، في أقصى المشرق، فعندما أرسل هذا الجحفل العسكري، الرتل العسكري، هذه القوات العسكرية، عندما أرسلهم لملاحقة خوارزم كان اتجاههم باتجاه المغرب بالنسبة إلى المكان الذي كانوا هم فيه، فاتجهوا غربا فسموا بالتتر المغربة. هؤلاء عندما عجزوا عن الوصول إلى الهدف، عندما فلت خوارزم منهم، هرب منهم، لم يتمكنوا من اللحوق به، انتهى الأمر إلى هنا. الآن ماذا فعلوا في طريق الذهاب؟ عند النظر إلى الهدف لم يتعرضوا إلى المدن، الآن في طريق العودة بدأوا بغزو المدن. يقول: لما أيس التتر من إدراك خوارزم شاه عادوا فقصدوا بلاد مازندران، فملكوها في أسرع وقت مع حصانتها وصعوبة الدخول إليها وامتناع قلاعها، فإنها لم تزل ممتنعة قديم الزمان وحديثه، حتى إن المسلمين لما ملكوا بلاد الأكاسرة، جميعها من العراق إلى أقاصي خراسان، بقيت أعمال مازندران يؤخذ منهم الخراج، ولا يقدرون على دخول البلاد إلى أن ملكت أيام سليمان بن عبد الملك سنة 90، وهؤلاء الملاعين ملكوها صفوا عفوا لأمر يريده الله تعالى. ولما ملكوا بلد مازندران قتلوا وسبوا ونهبوا وأحرقوا البلاد، ولما فرعوا من مازندران سلكوا نحو الري، فرأوا في الطريق والدة خوارزم شاه ونساءه وأموالهم وذخائرهم التي لم يسمع بمثلها من الأعلاق النفيسة. وكان سبب ذلك أن والدة خوارزم شاه لما سمعت بما جرى على ولدها خافت، ففارقت خوارزم وقصدت نحو الري لتصل إلى أصفهان وهمذان وبلد الجبل تمتنع فيها، فصادفوها في الطريق فأخذوها وما معها
فأخذوها وما معها قبل وصولهم إلى الري، فكان فيه ما ملأ عيونهم وقلوبهم وما لم يشاهد الناس مثله من كل غريب من المتاع ونفيس من الجواهر وغير ذلك، وسيروا الجميع إلى جينكس خان بسمرقند. ثم قال ابن الأثير: ذكر وصول التتر إلى الري وهمدان سنة 1700 سنة 617 وصل التتر لعنهم الله إلى الري في طلب خوارزم شاه محمد، لأنهم بلغهم أنه مضى منهزما منهم نحو الري، فجدوا السير في أثره، وقد انضاف إليهم كثير من عساكر المسلمين والكفار. لاحظ هذا، نقول خوارزم ذهب وتركوه لأنه عبر البحر، وهنا نقول ذهب إلى هنا، كما يعني واضح إن شاء الله عندكم، لتعدد الروايات، لتعدد ما مصادر الرواية التي ينقل ابن الأثير، أو لأن العساكر كما مر علينا عندما عبر لهم جيش التتار وعساكر التتار، لاحظ قال لم يستطيعوا أن يبقوا على جمعهم بل تفرقوا، كل مجموعة ذهبت إلى طريق وإلى اتجاه، تفرق عسكر خوارزم. فأيضا عندما ذهبوا خلف مجموعة من العساكر وكانوا يحتملون أن معهم خوارزم وعبروا البحر، فعندما رجعوا بقي الأمر يعني كمحتمل، فإنهم بقوا يلاحقون فلول الجيوش الإسلامية في كل مكان، وتبقى الدعوة بأنه على نحو الاحتمال يوجد بين هؤلاء خوارزم، فيقصدون هذا على أقل تقدير يكون دافع للجند والعساكر للقتال والثبات في القتال، بأنه يوجد هدف ولا زال الهدف موجود، ولا زال طلب جينكيز خان يعني تحت الإمكان وممكن التحقيق، فتكون الحالة النفسية للجند في القتال حالة ثبات واستقرار. يقول: وصل التتار لعنهم الله إلى الري في طلب خوارزم شاه محمد، لأنهم بلغهم أنه مضى منهزما منهم نحو الري، فجد السير في أثره، وقد انضاف إليهم كثير من عساكر المسلمين والكفار، وقد انضاف إليهم كثير من عساكر المسلمين والكفار، وكذلك أيضا من المفسدين من يريد النهب والشر، فوصلوا إلى الري على حين غفلة من أهلها، فلم يشعروا بهم إلا وقد وصلوا إليها وملكوها ونهبوها وسبوا الحريم واسترقوا الأطفال وفعلوا الأفعال التي لم يسمع بمثلها، ولم يقيموا ومضوا مسرعين في طلب خوارزم شاه، فنهبوا في طريقهم كل مدينة وقرية مروا عليها، وفعلوا في الجميع أضعاف ما فعلوا في الري، وأحرقوا وخربوا ووضعوا السيف في الرجال والنساء والأطفال، فلم يبقوا على شيء. أقول: لا ننسى ما قاله قبل قليل: وقد انضاف إليهم كثير من عساكر المسلمين، وكذلك أيضا من المفسدين من يريد النهب والشر، فأين ابن العلقمي من هؤلاء يا ابن تيمية؟ وأين هو من هذه الأحداث؟ وهل هو الذي جمد هؤلاء المسلمين لصالح المغول؟ يكمل: وتموا على حالهم إلى همدان، وكان خوارزم شاه قد وصل إليها في نفر من أصحابه ففارقها، وكان آخر العهد به، وقيل غير ذلك وقد ذكرناه. لاحظ يوجد عدة أقوال وعدة روايات، وذكر بعض هذه الروايات التي وصلت إليه. فلما قاربوا همدان خرج رئيسها ومعه الحمل من الأموال والثياب والدواب وغير ذلك يطلب الأمان لأهل البلد فأمنوهم. أقول: لكل معركة وكل حادثة ظروفها وحيثياتها، فمدن تباد بما فيها على أيدي التتار، ومدن تسلم بما فيها،
وأن مواقف الناس وحكامهم وزعماءهم لها دور كبير في تحديد موقف المغول من أو في إعطاء الأمان في تحديد موقف المغول في إعطاء الأمان أو عدمه. يكمل: ثم فارقوها وساروا إلى زنجان ففعلوا أضعاف ذلك، وساروا ووصلوا إلى قزوين فاعتصم أهلها منهم بمدينتهم فقاتلوهم وجدوا في قتالهم ودخلوها عنوة بالسيف فاقتتلوهم وأهل البلد في باطنه حتى صاروا يقتتلون بالسكاكين فقتل من الفريقين ما لا يحصى. ثم فارقوا قزوين فعد القتلى من أهل قزوين فزادوا على 40,000 قتيل. ثم قال ابن الأثير: ذكر وصول التتر إلى أذربيجان. لما هجم الشتاء على التتر في همدان وبلد الجبل رأوا بردا شديدا وثلجا متراكمة فساروا إلى أذربيجان ففعلوا في طريقهم بالقرى والمدن الصغار من القتل والنهب مثل ما تقدم منهم، وخربوا وأحرقوا ووصلوا إلى تبريز وبها صاحب أذربيجان أوزبك بن البهلوان فلم يخرج إليهم ولا حدث نفسه بقتالهم لاشتغاله بما هو بصدده من إدمان الشرب ليلا ونهارا لا يفيق. هذه هي دول الإسلام وحكام الإسلام وسلاطين الإسلام وأئمة ابن تيمية وأئمة منهج ابن تيمية وأئمة المارقة والدواعش. يقول: ووصلوا إلى تبريز وبها صاحب أذربيجان أوزبك بن البهلوان فلم يخرج إليهم ولا حدث نفسه بقتالهم لاشتغاله بما هو بصدده من إدمان الشرب ليلا ونهارا لا يفيق. هنيئا لابن تيمية هذا الخليفة الإمام التحفة النادرة. يكمل ابن الأثير: وإنما أرسل إليهم وصالحهم على مال وثياب ودواب وحمل الجميع إليهم فساروا من عنده يريدون ساحل البحر لأنه يكون قليل البرد ليشتوا عليه والمراعي به كثيرة لأجل دوابهم. فوصلوا إلى موقان وتطرقوا في طريقهم إلى بلاد الكرج فجاء إليهم من الكرج جمع كثير من العسكر نحو 10,000 مقاتل فقاتلوهم فانهزمت الكرج وقتل أكثرهم. استفهام: هل احتاج التتر إلى ابن علقمي في كل بلد دخلوه كما كانت الحاجة لهم ضرورية لابن علقمي رغبهم في دخول بغداد وأخبرهم بكل تفاصيل جندها وأهلها واقتصادها وعساكرها وكتب ذلك على رأس رجل بطريقة الوشم بعد أن حلق رأسه وكتب آخر الرسالة قطعوا الورقة؟ فهل قطعوا كل رؤوس الرجال الذين أرسلهم أبناء العلاقم في تلك البلدان؟ خرافة ما وراءها خرافة، عقول فارغة. يكمل: وأرسل الكرج إلى أوزبك صاحب أذربيجان يطلبون منه الصلح والاتفاق معهم على دفع التتر، فاصطلحوا ليجتمعوا إذا انحسر الشتاء. وكذلك أرسلوا إلى الملك الأشرف ابن الملك العادل صاحب خلاط وديار الجزيرة يطلبون منه الموافقة عليهم، وظنوا جميعهم أن التتر يصبرون في الشتاء إلى الربيع، فلم يفعلوا كذلك بل تحركوا وساروا نحو بلاد الكرج، وانضاف إليهم مملوك تركي من مماليك أوزبك اسمه أقوش. لا أعرف هل القراءات وتخريجات الحروف صحيح أو لا، المهم المعنى، لا يوجد أسماء، يوجد أخطاء في مختلف ما يقال، والمهم
المعنى كما قلنا. يقول اسمه أقوش، هذا أقوش المملوك التركي جمع أهل تلك الجبال والصحراء من التركمان والأكراد وغيرهم، تجتمع معه خلق كثير وراسل التتر في الانضمام إليهم فأجابوه إلى ذلك ومالوا إليه للجنسية. أقول هل هم مالوا إليه، أي هل التتار مالوا إليه وهم قد قتلوا إخوانهم التتار في حروب طاحنة، أو هو مال إليهم؟ فهنا اشتغلت القومية فأين الإسلام؟ وهل لابن العلقمي الشيعي أو السني مدخلية في تآمر هذا المملوك ضد المسلمين وبلاد الإسلام؟ أو أن أقوش ابن علقمي جديد، ابن علقمي مملوكي، ابن علقمي تركي، ابن علقمي أوزبكي أو أوزبكي، ابن علقمي أوزبكي. وإذا كان ابن العلقمي المملوك أقوش تركيا وانضم إليه التركمان والأكراد وغيرهم ثم انضموا جميعا للتتار، فأي جنسية وقومية تجمع هؤلاء وهذا التجمع القومي ضد من؟ فأليس خصومهم حكام المسلمين من الزنكيين الترك والأيوبيين الأكراد؟ وإذا كانت الجنسية والقومية اشتغلت هنا، فلماذا لا تشتغل، بل الأولوية أن تشتغل في بغداد الممتلئة بالمماليك الترك المسيطرين على كل مقاليد السلطة العليا فضلا عن غيرها، بينما ابن العلقمي مواطن عراقي عربي أصيل وله عداء متأصل مع المماليك الترك، فمنطقيا سيكون مع الخليفة العباسي، أي سيكون ابن العلقمي مع الخليفة العباسي العربي ضد الحلف الهولاكي المملوك التركي الدويداري الشرابي. خزعبلات منهج تيمية، منهج ابن تيمية مردودة عليه وكاشفة لتدليسه. يقول فاجتمعوا وساروا في مقدمة التتر إلى الكرج، فملكوا حصنا من حصونهم وخربوه ونهبوا البلاد وخربوها وقتلوا أهلها ونهبوا أموالهم حتى وصلوا إلى قرب تفليس، فاجتمعت الكرج وخرجت بحدها وحديدها إليهم، فلقيهم أقوش أولا في من اجتمع إليه، فاقتتلوا قتالا شديدا صبروا فيه كلهم، فقتل من أصحاب أقوش خلق كثير وأدركهم التتر، وقد تعب الكرج من القتال وقتل منهم أيضا كثير، فلم يثبتوا للتتر وانهزموا أقبح هزيمة وركبهم السيف من كل جانب، فقتل منهم ما لا يحصى كثرة، وكانت الوقعة في ذي القعدة من هذه السنة، سنة 617 هجري، ونهبوا من البلاد ما كان سلم منهم. ثم قال ابن الأثير ولقد جرى لهؤلاء التتر ما لم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه. طائفة، ما هو العجيب عند في هؤلاء؟ ما هو الشيء الذي لم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه؟ يقول طائفة تخرج من حدود الصين لا تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى بلاد أرمينية من هذه الناحية، ويجاوز العراق من ناحية همدان، وتالله لا شك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة ينكرها. يقول معقول هؤلاء خلال عام هو الطريق من سمرقند، من البلدان القريبة من سمرقند إلى بلاد الصين، إلى موطن جينكس خان كما بين ابن الأثير، قال يحتاج إلى أكثر من 6 أشهر. إذن هؤلاء كانوا يسيرون بالسرعة القصوى ولا يوجد من يقف بوجوههم. هذه البلاد الإسلامية كانت مفتوحة، كانت فعلا عبارة عن نزهة يتنزه فيها التتار. أين الإسلام؟ أين المسلمون؟ أين الجيوش؟ أين العساكر؟ أين الجهاد؟
أين الفقهاء؟ أين أبناء تيمية؟ أين منهج ابن تيمية؟ أين التحشيد؟ أين التكفير؟ أين الإرهاب؟ أين التفجير؟ أين العبوات الناسفة؟ أين السيارات المفخخة؟ أين الخيول المفخخة؟ يقول: وتالله لا شك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة ينكرها ويستبعدها والحق بيده، فمتى استبعد ذلك؟ إذا استبعد هذا يقول: فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم، في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة، سطرنا هذه والجميع يعلم بهذه الحادثة والجميع كتب هذه الحادثة بهذه الخصوصية من سرعة التحرك والسيطرة على البلدان. استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها. يسر الله للمسلمين والإسلام من يحفظهم ويحوطهم، فلقد دفعوا من العدو إلى عظيم ومن الملوك المسلمين إلى من لا تتعدى همته بطنه وفرجه، ولم ينل المسلمين أذى وشدة، مذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينل المسلمين أذى وشدة مذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الوقت مثل ما دفعوا إليه الآن في زمن ابن الأثير في وقت الغزو التتاري قبل سقوط بغداد بعشرات السنين. هذا العدو الكافر التتر، والكلام لابن الأثير، يقول: هذا العدو الكافر التتار قد وطئوا بلاد ما وراء النهر وملكوها وخربوها، وناهيك به سعة بلاد، وتعدت هذه الطائفة منهم النهر إلى خراسان فملكوها وفعلوا مثل ذلك، ثم إلى الري وبلد الجبل وأذربيجان، وقد اتصلوا بالكرج فغلبوهم على بلادهم. والعدو الآخر الفرنج قد ظهروا من بلادهم في أقصى بلاد الروم بين الغرب والشمال، ووصلوا إلى مصر فملكوها مثل دمياط وأقاموا فيها، ولم يقدر المسلمون على إزعاجهم عنها ولا إخراجهم منها، وباقي ديار مصر على خطر. ومن أعظم الأمور على المسلمين أن سلطانهم خوارزم شاه محمدا قد عدم، لا يعرف حقيقة خبره، فتارة يقال مات عند همدان وأخفي موته، وتارة دخل أطراف بلاد فارس ومات هناك وأخفي موته لئلا يقصدها التتر في أثره، وتارة يقال عاد إلى طبرستان وركب البحر فتوفي في جزيرة هناك، وبالجملة فقد عدم. وهذا عظيم إن مثل خراسان وعراق العجم أصبح سائبا لا مانع له ولا سلطان يدفع عنه، والعدو يجوس البلاد يأخذ ما أراد ويترك ما أراد، على أنهم لم يبقوا على مدينة إلا خربوا كل ما مروا عليه وأحرقوه ونهبوه، وما لا يصلح لهم أحرقوه، فكانوا يجمعون إبريسا تلالا ويلقون فيه النار، وكذلك غيره من الأمتعة. التفاته: بعد كل تلك الحقائق والوقائع الخطيرة المهلكة، فإن متحجرة العقل يصدقون بأن خليفة بغداد المستعصم وأئمة التيمية في بلاط الخليفة كانوا في غفلة وجهل، فلم يدركوا حقيقة الخطر حتى صار المغول على أسوار بغداد حسب ادعاءات منهج ابن تيمية التدليسي، فلم يستعدوا للمعركة بل سرحوا العساكر وانشغلوا بالرقص والغناء والطرب والفحشاء، إضافة إلى فتاوى التكفير والإرهاب وقتل
أبرياء في كرخ بغداد وغيرها. قال ابن الأثير: ذكر ملك التتر مراغة في صفر سنة 18 و 618 هجري. ملك التتر مدينة مراغة من أذربيجان، وسبب ذلك أننا ذكرنا سنة 17 و 600 ما فعله التتر بالكرج، وانقضت تلك السنة وهم في بلاد الكرج. فلما دخل السنة 18 و 600 ساروا من ناحية الكرج، لأنهم رأوا أن بين أيديهم شوكة قوية ومضايقة تحتاج إلى قتال وصراع، فعدلوا عنهم. وهذه كانت عادتهم، إذا قصدوا مدينة ورأوا عندها امتناعا عدلوا عنها. فوصلوا إلى تبريز وصانعهم صاحبها بمال وثياب ودواب، فساروا عنه إلى مدينة مراغة فحصروها، وليس بها صاحب يمنعها، لأن صاحبها كانت امرأة وهي مقيمة بقلعة رويندز. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما حصروها قاتلهم أهلها، فنصبوا عليها المجانيق وزحفوا إليها. وكانت عادتهم إذا قاتلوا مدينة قدموا من معهم من أسارى المسلمين بين أيديهم يزحفون ويقاتلون، فإذا عادوا قتلوهم، فكانوا يقاتلون كرها وهم المساكين، وكانوا هم يقاتلون وراء المسلمين، فيكون القتل في المسلمين الأسارى وهم بنجوة منه. فقاموا عليها عدة أيام، ثم ملكوا المدينة عنوة وقهرا رابع صفر، ووضعوا السيف في أهلها، فقتل منهم ما يخرج عن الحد والإحصاء، ونهبوا كل ما يصلح لهم وما لا يصلح لهم أحرقوه، واختفى بعض الناس منهم، فكانوا يأخذون الأسارى ويقولون لهم: نادوا في الدروب أن التتر قد رحلوا، فإذا نادى أولئك خرج من اختفى فيؤخذ ويقتل. وبلغني أن امرأة من التتر دخلت دارا وقتلت جماعة من أهلها وهم يظنونها رجلا، فوضعت السلاح وإذا هي امرأة، فقتلها رجل أخذته أسيرا. وسمعت من بعض أهلها أن رجلا من التتر دخل دربا فيه 100 رجل، فما زال يقتلهم واحدا واحدا حتى أفناهم، ولم يمد أحد يده إليه بسوء. ووضعت الذلة على الناس فلا يدفعون عن نفوسهم قليلا ولا كثيرا، نعوذ بالله من الخذلان. ثم رحلوا عنها نحو مدينة إربل، ووصل الخبر إلينا بذلك، أي بالموصل. يقول: ووصل الخبر إلينا بذلك بالموصل، فخفنا حتى إن بعض الناس هم بالجلاء، هم بالهجرة بالنزوح، حتى أن بعض الناس هم بالجلاء خوفا من السيف. وجاءت كتب مظفر الدين صاحب إربل إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل يطلب منه نجدة من العساكر، فسير إليه جمعا صالحا من عسكره، وأراد أن يمضي إلى طرف بلاده من جهة التتار ويحفظ المضايق لئلا يجوزها أحد، فإنها جميعها جبال وعرة ومضايق لا يقدر أن يجوزها إلا الفارس بعد الفارس، ويمنعهم من الجواز إليه. ووصلت كتب الخليفة ورسله إلى الموصل وإلى مظفر الدين، يأمر الجميع بالاجتماع مع عساكره بمدينة دقوقة ليمنعوا التتر، فإنهم ربما عدلوا عن جبال أربيل لصعوبتها إلى هذه الناحية، أي دقوقة إلى دقوقة، ويطرقون العراق. فسار مظفر الدين من إربل في صفر، وسار إليهم جمع من عسكر الموصل، وتبعهم من المتطوعة كثير.
فلما اجتمع مظفر الدين والعساكر بدقوقة سير الخليفة إليهم مملوكه قشتمر وهو أكبر أمير بالعراق ومعه غيره من الأمراء في نحو 800 فارس فقط، 800 فارس في نحو 800 فارس، فاجتمع هناك ليتصل بهم باقي عسكر الخليفة، وكان المقدم على الجميع مظفر الدين، فلما رأى قلة العسكر لم يقدم على قصد التتار. وحكى مظفر الدين قال: لما أرسل إلي الخليفة في معنى قصد التتار قلت له إن العدو قوي وليس لي من العسكر ما ألقاه به، فإن اجتمع معي 10,000 فارس استنقذت ما أخذ من البلاد. فأمرني بالمسير ووعدني بوصول العسكر، فلما سرت لم يحضر عندي غير عدد لم يبلغوا 800 طواشي، فأقمت وما رأيت المخاطرة بنفسي وبالمسلمين. ولما سمع التتر باجتماع العساكر لهم رجعوا القهقاء ظنا منهم أن العسكر يتبعهم، فلما لم يروا أحدا يطلبهم أقاموا، وأقام العسكر الإسلامي عند دقوقة، فلما لم يروا العدو يقصدهم ولا المدد يأتيهم تفرقوا وعادوا إلى بلادهم. ثم قال ابن الأثير: ذكر ملك التتر همذان وقتل أهلها. لما تفرق العسكر الإسلامي عاد التتر إلى همذان فنزلوا بالقرب منها، فتقدم التتر إليهم وحصروهم، فقصدوهم وقاتلوهم في رجب من سنة 618 سنة 618 هجري، ودخلوا المدينة بالسيف وقاتلهم الناس في الدروب، فبطل السلاح للزحمة واقتتلوا بالسكاكين، فقتل من الفريقين ما لا يحصيه إلا الله تعالى، وقوي التتر على المسلمين فأفنوهم قتلا، ولم يسلم إلا من كان عمل له نفقا يختفي فيه، وبقي القتل في المسلمين عدة أيام، ثم ألقوا النار في البلد فأحرقوه ورحلوا عنه إلى مدينة أردويل. ذكر مسير التتر إلى أذربيجان وملكهم أردويل وغيرها. لما فرغ التتر من همذان ساروا إلى أذربيجان، فوصلوا إلى أردويل فملكوها وقتلوا فيها وأكثروا وخربوا أكثرها، وساروا منها إلى تبريز. فلما قاربه التتر وسمعوا بما أهل البلد عليه من اجتماع الكلمة على قتالهم وأنهم قد حصنوا المدينة وأصلحوا أسوارها وخندقها، أرسلوا يطلبون منهم مالا وثيابا، فاستقر الأمر بينهم على قدر معلوم من ذلك، فسيروه إليهم فأخذوه ورحلوا إلى مدينة سراوة فنهبوها وقتلوا كل من فيها، ورحلوا منها إلى بيلقان من بلاد أران فنهبوا كل ما مروا به من البلاد والقرى، وخربوا وقتلوا من ظفروا به من أهلها. كل هذه الجرائم، كل هذه القبائح، كل هذه المفاسد، كل هذه الإبادات لا يعلم بها ابن تيمية وأئمة ابن تيمية والخليفة في بغداد في سنة 656 هجري وما قبل سنة 656 هجري، من سنة 640 هجري فسرحوا الجيوش والعساكر لا يعلمون بما حصل للإسلام والمسلمين. يكمل: فلما وصلوا إلى بيلقان حصروها، فاستدعى أهلها منهم رسولا يقرون معه الصلح، فأرسلوا إليهم رسولا من أكابرهم ومقدميهم، فقتله أهل البلد، فزحف التتر إليهم وقاتلوهم. لا أعرف يعني هذه الأخلاقيات من أين أتوا بها، حتى البهائم تتعلم. جيش كاسر يحيط بالمدينة وتريد أن تعقد صلح معه، كيف يرسل لك رسولا الجيش المحاصر
صاحب القوة صاحب السطوة يرسل إليك الرسول فتقتل الرسول؟ في أي أخلاق؟ في أي دين؟ في أي عقل؟ في أي تخطيط؟ في أي خطة عسكرية؟ في أي إجرام؟ يقول: فلما وصلوا إلى بيلقان حصروها، فاستدعى أهلها منهم رسولا يقرون معه الصلح، فأرسلوا إليهم رسولا من أكابرهم ومقدميهم، فقتله أهل البلد، فزحف التتر إليهم وقاتلوهم. ثم إنهم ملكوا البلد عنوة في شهر رمضان سنة 1860، ووضعوا فيهم السيف. يعني هذه الحقائق، هذا المعنى الذي يفهم من ظاهر الكلام، عندما تقرأ هذا تشكك في الأمر، تقول: هل يعقل الناس إلى هذا المستوى من البلادة والسفاهة والغباء والجهل؟ هل يعقل؟ فتحتمل بأن ابن الأثير قد أخطأ في سرد المعنى، قد أخطأ في الكتابة، قد توهم في الكتابة، قد اشتبه فيما سجل. لكن هذه هي الوقائع، هذه هي الحقيقة، وليس هنا. التاريخ يمتلئ بقصص الغدر والخيانة وقتل الرسل التي يقوم بها أئمة التيمية وخلفاء التيمية، سلاطين المسلمين، سلاطين الدول القدسية. هذه القضية معروفة وسائدة ومشاعة. يقول: ثم إنهم ملكوا البلد عنوة في شهر رمضان سنة 1618 هجري، ووضعوا فيهم السيف، فلم يبقوا على صغير ولا كبير ولا امرأة، حتى إنهم كانوا يشقون بطون الحبالة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقتلون الأجنة. أين تذهب يا ابن تيمية؟ أين تذهب يا إمام التيمية، يا أمة مذهب التيمية ومنهج التيمية؟ أين تذهبون أنتم وخوارزم وباقي السلاطين الخونة الذين تسببوا في تدمير البلاد والعباد؟ هذه كل الجرائم، كل هذه الجرائم ستتحملون وزرها عند الحكم العدل. أنتم وقادة هذا الزمان وزعماء هذا الزمان، لا يوجد إيمان بالآخرة، لا يوجد إيمان باليوم الآخر. لو كان عندهم إيمان باليوم الآخر، لو كانوا يؤمنون بالجنة والنار، لما فعلوا الموبقات والفساد والقبائح والجرائم. أتحدث عن هذا الزمان وعن ذاك الزمان، لكن ليس عندهم آخرة، ليس عندهم دين، لا يوجد رادع ديني، لا يوجد إيمان بالآخرة يردع الإنسان، ولا يوجد أخلاق تردع الإنسان، لا يوجد رادع ديني، لا يوجد رادع أخلاقي، لا يوجد رادع اجتماعي، لا يوجد رادع قانوني، كله فساد في فساد. عندما يسلب الدين، يسلب الإيمان، تسلب العقيدة، ويتوجه الناس إلى الخمور والمخدرات والحشيشة وإلى فقدان الأخلاق، فماذا تنتظر بعد هذا؟ تكون شريعة الغاب والتوحش والإجرام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: حتى إنهم كانوا يشقون بطون الحبالة ويقتلون الأجنة، وكانوا يفجرون بالمرأة ثم يقتلونها، وكان الإنسان منهم يدخل الدرب فيه الجماعة فيقتلهم واحدا بعد واحد حتى يفرغ من الجميع، لا يمد أحد منهم إليه يدا. فلما فرغوا منها استقصوا ما حولها بالنهب والتخريب، وساروا إلى مدينة كنجة وهي أم بلاد الران، فعلموا بكثرة أهلها وشجاعتهم لكثرة ذريتهم بقتال الكرج وحصانتها، فلم يقدموا عليها، فأرسلوا إلى أهلها يطلبون منهم المال والثياب، فحملوا إليهم ما طلبوا فساروا عنها. ذكروا قز التتر بلاد الكرج. لما فرغ التتر من بلاد المسلمين بأذربيجان وأران، بعضه بالملك وبعضه بالصلح،
ساروا إلى بلاد الكرج من هذه الأعمال أيضا، وكان الكرج قد أعدوا لهم واستعدوا وسيروا جيشا كثيرا إلى طرف بلادهم ليمنعوا التتر عنها، فوصل إليهم التتر فالتقوا فلم يثبت الكرج بل ولوا منهزمين، فأخذهم السيف فلم يسلم منهم إلا الشريد. أكمل ابن الأثير كلامه ذكر وصولهم إلى دربند شروان وما فعلوه فيه. قال لما عاد التتر من بلد الكرج قصدوا دربند شروان فحصروا مدينة شماخي وقاتلوا أهلها فصبروا على الحصر، ثم إن التتر صعدوا سورها بالسلالم، وقيل بل جمعوا كثيرا من الجمال والبقر والغنم وغير ذلك، ومن قتل الناس منهم ومن غيرهم، وألقوا بعضه فوق بعض فصاروا مثل التل وصعدوا عليه فأشرفوا على المدينة وقاتلوا أهلها فصبروا، واشتد القتال 3 أيام فأشرفوا على أن يؤخذوا، فقالوا السيف لا بد منه، فالصبر أولى بنا نموت كرامة، فصبروا تلك الليلة فأنتنت تلك الجيف وانهضمت، فلم يبق للتتر على السور استعلاء ولا تسلط على الحرب، فعاود الزحف وملازمة القتال، فضجر أهلها ومسهم التعب والكلال والإعياء فضعفوا، فملك التتر البلد وقتلوا فيه فأكثروا ونهبوا الأموال فاحتازوها. ذكروا ما فعلوه باللان وقف جاق. لما عبر التتر دربند شروان ساروا في تلك الأعمال وفيها أمم كثيرة منهم اللان واللكز وطوائف من الترك، فنهبوا وقتلوا من اللكز كثيرة وهم مسلمون وكفار، وأوقعوا بمن عاداهم ومن أهل تلك البلاد، ووصلوا إلى اللان وهم أمم كثيرة وقد بلغهم خبرهم، فحذروا وجمعوا عندهم جمعا من قفجاق فقاتلوهم، فلم تظفر إحدى الطائفتين بالأخرى، فأرسل التتر إلى قفجاق يقولون نحن وأنتم جنس واحد وهؤلاء اللان ليسوا منكم حتى تنصروهم ولا دينكم مثل دينهم، ونحن نعاهدكم أننا لا نتعرض لكم ونحمل إليكم من الأموال والثياب ما شئتم وتتركون بيننا وبينهم. فاستقر الأمر بينهم على مال حملوه وثياب وغير ذلك، فحملوا إليهم ما استقر وفارقهم قفجاق، فأوقع التتر باللان فقتلوا منهم وأكثروا ونهبوا وسبوا، وساروا إلى قفجاق وهم آمنون متفرقون لما استقر بينهم من الصلح، فلم يسمعوا بهم إلا وقد طرقوهم ودخلوا بلادهم، فأوقعوا بهم الأول فالأول وأخذوا منهم أضعاف ما حملوا إليهم. التفت إذا كان هذا هو حال التتار وواقع حالهم وسلوكهم، فكيف إذن اطمأن الخليفة العباسي وابن الجوزي التكفيري؟ كيف اطمأنوا للتتار وسرحوا الجيش والعساكر ولم يتهيأوا لقتالهم؟ وكيف صدقوا لما قاله لهم ابن العلقمي بإجراء الصلح وإتمامه مع هلاكة، وأنه سيزوج بنته من ابن الخليفة، سيزوج ابن الخليفة من ابنة هلاكة؟ فخرجوا مصدقين بابن العلقمي، فخرجوا إلى هلاكة كالأغنام، إنها خزعبلات تيمية وأكاذيب لا تستقيم أبدا، وهي دليل على إدانتهم بالتدليس والكذب وخفة العقل. وسمع من كان بعيد الدار، يكمل ابن الأثير يقول وسمع من كان بعيد الدار من قفجاق الخبر ففروا من غير قتال وأبعدوا، فبعضهم اعتصم بالغياض وبعضهم بالجبال وبعضهم لحق ببلاد الروس. ولما وصل التتر إلى سوداق ملكوها
وتفرق أهلها منها، وبعضهم صعد الجبال بأهله وماله، وبعضهم ركب البحر وسار إلى بلاد الروم التي بيد المسلمين من أولاد قلج أرسلان. قال ابن الأثير في الجزء العاشر في صفحة 355 ذكر ما فعله التتر بقفجاق والروس لما استولى التتر على أرض قفجاق وتفرق قفجاق. كما ذكرنا سار طائفة كثيرة منهم إلى بلاد الروس، وهي بلاد كبيرة وهي بلاد كثيرة وهي بلاد كثيرة طويلة عريضة تجاورهم، وأهلها يدينون بالنصرانية. فلما وصلوا إليهم اجتمعوا كلهم واتفقت كلمتهم على قتال التتر إن قصدوهم. وأقام التتر بأرض قفجاق مدة، ثم إنهم ساروا سنة 20 و600 إلى بلاد الروس، سنة 620 هجري. فسمع الروس وقفجاق خبرهم وكانوا مستعدين لقتالهم، فساروا إلى طريق التتر ليلقوهم قبل أن يصلوا إلى بلادهم ليمنعوهم عنها. فبلغ مسيرهم إلى التتر فعادوا على أعقابهم راجعين، عاد التتر فعادوا على أعقابهم راجعين، فطمع الروس وقفجاق فيهم. لاحظ الخطة العسكرية عند التتر، يقول فطمع الروس وقفجاق فيهم وظنوا أنهم عادوا خوفا منهم وعجزا عن قتالهم، فجدوا في اتباعهم. ولم يزل التتر راجعين وأولئك يقفون أثرهم 12 يوما. ثم إن التتر عطفوا على الروس وقفجاق فلم يشعروا بهم إلا وقد لقوهم على غرة منهم، لأنهم كانوا قد أمنوا التتار واستشعروا القدرة عليهم، فلم تتكامل عدتهم للقتال إلا وقد بلغ التتر منهم مبلغا عظيما. فصبر الطائفتان صبرا لم يسمع بمثله، ودام القتال بينهم عدة أيام. ثم إن التتر ظفروا واستظهروا، فانهزم قفجاق والروس هزيمة عظيمة بعد أن أثخن فيهم التتر وكثر القتل في المنهزمين، فلم يسلم منهم إلا القليل، ونهب جميع ما معهم، ومن سلم وصل إلى البلاد على أقبح صورة لبعد الطريق والهزيمة. وتبعهم التتر يقتلون وينهبون ويخربون البلاد حتى خلا أكثرها. ذكر عود التتر من بلاد الروس وقفجاق إلى ملكهم. لما فعل التتر بالروس ما ذكرناه ونهبوا بلادهم عادوا عنها وقصدوا بالغار أواخر سنة 620 هجري. فلما سمع أهل بلغار بقربهم منهم كمنوا لهم في عدة مواضع وخرجوا إليهم، فلقوهم واستجروهم إلى أن جاوزوا موضع الكمناء، فخرجوا عليهم من وراء ظهورهم فبقوا في الوسط، وأخذهم السيف من ناحية فقتل أكثرهم ولم ينجو منهم إلا القليل، قيل نحو 4000 رجل. فساروا إلى سقسين عائدين إلى ملكهم جينغس خان، وخلت أرض قفجاق منهم، فعاد من سلم منهم إلى بلادهم، وكان الطريق منقطعا مذ دخلها التتر، فلم يصل منهم شيء من البرطاسي والسنجاب والقندز وغيرهما مما يحمل من تلك البلاد. فلما فارقوها عادوا إلى بلادهم واتصلت الطريق وحملت الأمتعة كما كانت. ثم قال ذكر ما فعله التتر بما وراء النهر بعد بخارى وسمرقند. قد ذكرنا ما فعله التتر المغربة التي سيرها ملكهم جنكيز خان إلى خوارزم شاه. أما جنكيز خان فإنه بعد أن سير هذه الطائفة إلى خوارزم شاه وبلغه انهزام خوارزم شاه من خراسان، قسم أصحابه عدة أقسام، فسير قسما منها إلى بلاد فرغانة ليملكوها
وهذه تقع باتجاه الشرق من سمرقند التي فيها جنكيز خان، وسير قسما آخر منها إلى ترمذ، هذه ترمذ تقع باتجاه الجنوب من سمرقند، وسير قسما منها إلى كلانه وهي قلعة حصينة على جانب جيحون أي نهر جيحون من أحسن القلاع وأمنع الحصون. فسارت كل طائفة إلى الجهة التي أمرت بقصدها ونازلتها واستولت عليها وفعلت من القتل والأسر والسبي والنهب والتخريب وأنواع الفساد مثل ما فعل أصحابهم. فلما فرغوا من ذلك عادوا إلى ملكهم جنكيز خان وهو بسمرقند، وتقع سمرقند في أوزبكستان شمال أفغانستان. أوزبكستان تقع شمال أفغانستان وسمرقند تقع في أوزبكستان. فجهز جيشا جنكيز خان، جهز جيشا عظيما مع أحد أولاده وسيرهم إلى خوارزم باتجاه شمال غرب من سمرقند، أي باتجاه الغرب ناحية الشمال قليلا، ولذلك قال المغربة أي باتجاه الغرب. وسير جيشا آخر فعبروا جيحون إلى خراسان وتقع باتجاه جنوب غرب من سمرقند، هذه خراسان تقع باتجاه جنوب غرب من سمرقند. لاحظ تحركات التتار، لم يقفوا على بلد، لم يقفوا على مدينة، لا يتوقف طموحهم أنهم يريدون العالم، كل العالم، كل الأرض، كل البسيطة. فهل تبقى بغداد مستثنات يا عقول فارغة؟ قال صاحب الكامل في الجزء العاشر في صفحة 357 ذكر ملك التتر خراسان، لما سار الجيش المنفذ إلى خراسان عبروا جيحون وقصدوا مدينة بلخ، فطلب أهلها الأمان فأمنوهم فسلم البلد سنة 617 هجري، ولم يتعرضوا له بنهب ولا قتل، بل جعلوا فيه شحنة، وساروا وقصدوا الزوزان وميمند وأندخوي وقاريات، فملكوا الجميع وجعلوا فيه ولاة، ولم يتعرضوا لأهلها بسوء ولا أذى، سوى أنهم كانوا يأخذون الرجال ليقاتلوا بهم من يمتنع عليهم، حتى وصلوا إلى الطالقان، حتى وصلوا إلى الطالقان وهي ولاية تشتمل على عدة بلاد وفيها قلعة حصينة يقال لها منصوركو، لا ترام علوا وارتفاعا، وبها رجال يقاتلون شجعان، فحصروها مدة 6 أشهر يقاتلون أهلها ليلا ونهارا ولا يظفرون منها بشيء. فأرسلوا إلى جنكيز خان يعرفونه عجزهم عن ملك هذه القلعة لكثرة من فيها من المقاتلة ولامتناعها بحصانتها، فسار بنفسه ومن عنده من جموعه إليهم وحصرها، ومعه خلق كثير من المسلمين أسرى، فأمرهم بمباشرة القتال وإلا قتلهم، فقاتلوا معه وأقام عليها 4 أشهر أخرى، ودخل التتر القلعة وسبوا النساء والأطفال ونهبوا الأموال والأمتعة. ثم إن جنكيز خان جمع أهل البلاد الذين أعطاهم الأمان ببلخ وغيرها وسيرهم مع بعض أولاده إلى مدينة مرو، فوصلوا إليها وقد اجتمع بها مع الأعراب والأتراك وغيرهم ممن نجا من المسلمين ما يزيد على 200,000 رجل وهم معسكرون بظاهر مرو. فلما وصل التتر إليهم التقوا واقتتلوا، فصبر المسلمون، وأما التتر فلا يعرفون الهزيمة، حتى أن بعضهم أسر فقال وهو عند المسلمين إن قيل إن التتر يقتلون فصدقوا، إن قيل إن التتر يقتلون فصدقوا، وإن قيل إنهم انهزموا فلا تصدقوا. فلما رأى المسلمون صبر التتر وإقدامهم ولوا منهزمين، فقتل التتر منهم وأسروا الكثير ولم يسلم إلا القليل، ونهبت أموالهم وسلاحهم ودوابهم.
هذه المعارك وقعت خارج مدينة مروة أو مرو. أما المدينة فيقول عنها ابن الأثير: وأرسل التتر إلى ما حولهم من البلاد يجمعون الرجال لحصار مرو أو مروة لحصار مرو، فلما اجتمع لهم ما أرادوا تقدموا، فلما اجتمع لهم ما أرادوا تقدموا إلى مرو وحصروها وجدوا في حصرها ولازموا القتال، وكان أهل البلد قد ضعفوا بانهزامهم ذلك العسكر وكثرة القتل والأسر فيهم. فلما كان اليوم الخامس من نزولهم أرسل التتر إلى الأمير الذي بها متقدما على من فيها يقولون له: لا تهلك نفسك وأهل البلد، واخرج إلينا فنحن نجعلك أمير هذه البلدة ونرحل عنك. فأرسل أمير مرو يطلب الأمان لنفسه ولأهل البلد، فأمنهم فخرج إليهم، فخلع عليه ابن جنكس خان واحترمه وقال له: أريد أن تعرض علي أصحابك حتى ننظر من يصلح لخدمتنا استخدمناه وأعطيناه إقطاعا ويكون معنا. فلما حضروا عنده وتمكن منهم قبض عليهم وعلى أميرهم وكتفوهم، فلما فرغ منهم قال لهم: اكتبوا إلى تجار البلد ورؤسائه وأرباب الأموال في جريدة، واكتبوا إلى أرباب الصناعات والحرف في نسخة أخرى واعرضوا ذلك علينا. ففعلوا ما أمرهم، فلما وقف على النسخ أمر أن يخرج أهل البلد منهم بأهليهم، فخرجوا كلهم ولم يبق فيه أحد، فجلس على كرسي من ذهب وأمر أن يحضر أولئك الأجناد الذين قبض عليهم، فأحضروا وضربت رقابهم صبرا والناس ينظرون إليهم ويبكون. أليست هذه الحادثة وما حصل هنا نفس ما حصل في بغداد؟ خرجوا الخليفة وحاشية الخليفة وزعماء القوم وقادة الجيش هم وعوائلهم وقتلوهم جميعا وأسروا من أرادوا أسره. يقول: فلما وقف على النسخ أمر أن يخرج أهل البلد منهم بأهليهم، فخرجوا كلهم ولم يبق فيه أحد، فجلس على كرسي من ذهب وأمر أن يحضر أولئك الأجناد الذين قبض عليهم، فأحضروا وضربت رقابهم صبرا والناس ينظرون إليهم ويبكون. استفهامات: هل يوجد ابن علقمي فيما حصل، أو أن الأمير نفسه من أبناء العلاقم؟ وإذا كان هذا الحال، فإذا كان هذا هو حال المغول في الغدر والبطش والتنكيل، فكيف صدقهم خليفة بغداد وأئمة التيمية وأئمة ابن تيمية التكفيريون؟ فخرجوا إليهم أذلاء من بغداد وسلموا أنفسهم إليهم. وإذا كان خروجهم باستشارة ابن العلقمي، فيأتي استفهام توبيخي وتقريعي آخر على الخليفة والتيمية وابن تيمية بأنهم كيف صدقوا الخائن العميل الذي أتاهم بأمان من قادة المغول الغادرين المستكبرين القتلة المجرمين؟ كيف صدقوا ابن العلقمي الخائن العميل؟ يكمل: وأما العامة فإنهم قسموا الرجال والنساء والأطفال والأموال، فكان يوما مشهودا من كثرة الصراخ والبكاء والعويل. أخذوا أرباب الأموال فضربوهم وعذبوهم بأنواع العقوبات في طلب الأموال، فربما مات أحدهم من شدة الضرب ولم يكن بقي له ما يفتدي به نفسه. ثم إنهم أحرقوا البلد وأحرقوا تربة السلطان سنجر ونبشوا القبر طلبا للمال، فبقوا كذلك 3 أيام. فلما كان اليوم الرابع أمر بقتل أهل البلد كافة وقال: هؤلاء عصوا علينا، فقتلوهم أجمعين، وأمر بإحصاء القتلى، فكانوا نحو 700,000 قتيل، يعني ما يقارب 1,000,000 قتيل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والكلام لابن الأثير يقول: فإنا لله وإنا إليه راجعون مما جرى على المسلمين ذلك اليوم. تعليق: ملايين المسلمين قتلوا وأبيدوا
ومعهم مئات وآلاف الملوك والسلاطين والأمراء، وأغلبهم لم يكن بالسوء الذي كان فيه خليفة بغداد ودويداره والشرابي وأبناء تيمية بلاطه وباقي حاشيته، لكننا لم نرى اهتماما فيهم وبذكرهم من منهج أبناء تيمية ولو بعشر معشار ما حصل في بغداد ومع خليفتها. فهل يعود السبب إلى كون فقيه البلاط ابن الجوزي تكفيري ابن تيمية أو لأن باقي البلدان لا يتوفر فيها المقدمات المناسبة للتيمية ولأبناء التيمية لإثارة الطائفية والتكفير والإرهاب وتحجير العقول والتغرير بالنفوس وإشاعة التوحش والقتل والسلب والنهب وهتك الأعراض، وكما يحصل من أتباعهم ومقلديهم دواعش العصر المارقة؟ أكمل كلامه يقول: ذكر ملك التتر خراسان. قال: ثم ساروا إلى نيسابور فحصروها 5 أيام، وبها جمع صالح من العسكر الإسلامي، فلم يكن لهم بالتتر قوة، فملكوا المدينة وأخرجوا أهلها إلى الصحراء فقتلوهم وسبوا حريمهم وعاقبوا من اتهموه بالمال كما فعلوا بمروة أو بمروة، وأقاموا 15 يوما يخربون ويفتشون المنازل عن الأموال. وكانوا لما قتلوا أهل مروة قيل لهم إن قتلاهم سلم منهم كثير ونجوا إلى بلاد الإسلام، فأمروا بأهل نيسابور أن تقطع رؤوسهم لئلا يسلم من القتل أحد. فلما فرغوا من ذلك سيروا طائفة منهم إلى طوس ففعلوا بها كذلك أيضا، وخربوها وخربوا المشهد الذي فيه علي بن موسى الرضا والرشيد حتى جعلوا الجميع خرابا. تعليق: إذا كانت مشاهد أهل بيت النبوة عليهم وعلى جدهم الصلاة والسلام عامرة وزاهرة في ظل الحكام والسلاطين المسلمين، وكان تهديم وتخريب مشهد الإمام الرضا عليه السلام شاهدا على بربرية التتار وسلفيتهم وسفالتهم واتباعهم منهج تيمية ومنهج ابن تيمية في التكفير والإرهاب وتهديم القبور، فكيف إذن نتصور عمالة ابن العلقمي لهم، أي للمغول للتتار، ضد الخليفة بدوافع طائفية، وهو يعلم أن النتيجة ستكون في تهديم مشاهد أهل بيت النبوة عليهم السلام في بغداد كما حصل سابقا في تهديم مشهد الإمام الرضا عليه السلام؟ عجائب وغرائب مدلسة مارقة الفكر والأخلاق. يكمل: ثم ساروا إلى هرات وهي من أحسن البلاد فحصروها 10 أيام فملكوها وأمنوا أهلها وقتلوا منهم البعض وجعلوا عند من سلم منهم شحنة، وساروا إلى غزنة فلقيهم جلال الدين بن خوارزم شاه فقاتلهم وهزمهم على ما نذكره إن شاء الله، فوثب أهل هرات على الشحنة فقتلوه على القائد العسكري، على المسؤول الأمني، على المحافظ، على مسؤول الأمن. فلما عاد المنهزمون إليهم دخلوا البلد قهرا وعنوا وقتلوا كل من فيه ونهبوا الأموال وسبوا الحريم ونهبوا السواد وخربوا المدينة جميعها وأحرقوها. لاحظ هذا عندما يعني تكون القوة لأولئك، للمقابل، للعدو، للكافر، للمتغطرس، للمجرم، للغازي. فمثل هذه الأفعال، قتل هذا أو قتل ذاك، تفجير هذا أو تفجير ذاك، لاحظ هذا، حتى يزيد في غضب وحنق وحقد المغول والتتار والقتلة والمجرمين والمتغطرسين. هذا الفعل يحصل الآن كما يفعل الدواعش المارقة الآن، يقومون بأعمال هنا وهناك، يقتلون أفرادا هنا وهناك،
وتثار ثائرة السلاطين والمتسلطين، فيقع الانتقام بأبشع صوره وعلى أوسع الصور، فيقع الظلم والظلم على الناس وعلى الأبرياء وعلى البناء وعلى المياه وعلى الزرع وعلى الهواء وعلى كل شيء. لاحظ، من الذي دفع أهل البهارات على الشحنة على القائد العسكري فقتلوه؟ من أين أتت؟ فتوى من ابن تيمية، من منهج ابن تيمية. فوثب أهل هرات على الشحنة فقتلوه، فلما عاد المنهزمون إليهم دخلوا البلد قهرا وعنوة وقتلوا كل من فيه، ونهبوا الأموال وسبوا الحريم ونهبوا السواد، خربوا المدينة جميعها وأحرقوها، وعادوا إلى ملكهم جنكس خان وهو بالطالقان أو الطالقان يرسل السرايا إلى جميع بلاد خراسان، ففعلوا بها كذلك، ولم يسلم من شرهم وفسادهم شيء من البلاد. وكان جميع ما فعلوه بخراسان سنة 1617، كل ما فعلوه سنة 1617. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.